نستمر بالحديث عن مهرجان جرش، يعني بالإضافة للفعاليات الفنية والثقافية والفنانين والنجوم والمسارح، أيضا نتشرف أن يكون دائما في مهرجان جرش نخبة من الشعراء والأدباء والإعلاميين والصحفيين من الدول الشقيقة والصديقة، اللي دائما بيقدموا بصمة جميلة مميزة من خلال التفاعل مع كافة الأحداث والفعاليات في مهرجان جرش. بسعدنا يكون معنا أيضا ضيف اليوم باستديو، يسعد صباحك الشاعر المصري أحمد الشهاوي، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك، والكاتب الصحفي أشرف شرف، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحكم، ويعني منورين في الأردن وبالاستوديو معنا أيضا في صباحك. إذا كانت تتكلم عن الضيافة فأظن أن الضيافة هنا في الأردن يعني بشكل جميل وبشكل عظيم، يعني هذا العام مصر ضيف الشرف بمهرجان جرش، واليوم حبينا تكونوا معنا. احنا اليوم اول حلقه بعد اول افتتاح مهرجان جرش. فاستاذ احمد، انت مش اول زياره للاردن، بساله بالفاصل بقول له استاذ احمد انت اول زياره، بقول لي دي بقى الخمسين، فيعني عدت، فانت اصبحت من اهل البيت. شوفي انا يعني مهرجان جرش بالنسبه لي هو يعني أحد المكونات الأساسية في مسيرتي الشعرية والكتابية، لأنني تعرفت هنا في الأردن على كبار الشعراء والنقاد والأدباء، ليس من العالم العربي فقط، ولكن من أوروبا ومن دولات العالم يعني. وهذه تجربة مهمة، وكانت ستكتمل هذا العام أنه يتم استضافة شعراء من جميع أنحاء العالم يعني، ولكن يعني لظروف ما لم تتم، أظن سيحدث هذا في العام المقبل. فمهرجان جرش هو المهرجان، كما قلت لك، هو المهرجان الوحيد في العالم العربي المستمر، والمستمر بنجاح المستمر يعني. هناك مقومات أساسية جعلته ينجح، بحيث أن المملكة يعني تقف إلى تسانده وتدعمه، وايضا الوزارات المعنيه يعني الثقافه، جهد جماعي. فاظن انه هو فعلا يعني، لا يعني انا منحاز له بشكل طبيعي طبعا، ولكن الحقيقه ان يقال انه هذا المهرجان هو الشيء الوحيد الناجح والمستمر الى يومنا هذا. وطبعا فكره الاستضافه طبعا مصر ضيف الشرف، أنا مصر يعني أول مرة، لكن ينبغي أن نكون بشكل مستمر، وأيضا نضاف إليه دول مختلفة أجنبية أكيد. أيضا أستاذ أشرف، اليوم عندما نتحدث ككاتب وصحفي ومتابع أيضا مهرجان جرش، يمكن أول زيارة لك أيضا للأردن، حلو نسمع أيضا انطباعك. ما ينفعش أول مرة كان تكون في مرة تانية وثالثة ورابعة، ويعني دائما نرحب في ضيوف بلدنا، ونحكي أيضا عن المهرجان بشكل عام، عن وجود مصر كضيف شرف، عن المشاركة المصرية، أيضا نحكي أكثر وأكثر عن كافة الفعاليات. تفضل. أولا أنا سعيد، وكنت عايز أكد برضو على حسن الضيافة والاستقبال والحفاوة، يعني من أول نزولنا المطار الحقيقة لحد الآن واحد بيقابل ترحاب وحب شديد. وامبارح كنت يعني بسأل وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء نجار، قلت لها مصر بتعني لك إيه؟ فقالت لي في قلب كل أردني، وأنا حسيت هذا المعنى جيدا، إنها مصر في قلب كل أردني حقيقي. أنت مصري أول من أول كلمة إحنا بننطقها باللهجة طبعا بتاعتنا بتبقى معروفة يعني. فعاليات جرش هو مهرجان مهم جدا الحقيقة، مفروض أنه يبقى الدورة 40 السنة دي، يتوقف لسنوات 3 سنوات عشان الكورونا وظروف. المشاركة المصرية السنة دي متميزة الحقيقة، بفرق مصرية زي فرقة ولاد وسط البلد، النفيخة، طبلة الست، النجم الكبير هاني شاكر، النجم الشعبي الكبير أحمد شيبة، المطربة مروة ناجي، فرقة دار الأوبرا المصرية، يعني تنوع صحيح. طربي وغنائي وثقافي، 1000 مشارك من جميع أنحاء الدول، يعني 1500 فنان أردني، رقم كبير جدا الحقيقة، رقم 37 في عدد الدورات، ده رقم بقياسي الحقيقة، مهم جدا جدا الحقيقة. الترحيب والاختلاف والتنوع، امبارح حضرت الليلة المصرية، شرفت ان انا كنت موجود.
شعرت بحجم الحب والحفاوة وإن وزيرة الثقافة الأردنية ماسكة أعلام مصرية وبتوزع تعبير صحيح. احنا بنقول القلوب شفافة في مصر، فهي القلوب شفافة فعلا. يعني احنا كمان يعني تربطنا دائما علاقة قوية بين الشعب الأردني والشعب المصري، وحفاوة الاستقبال والمحبة من محبتكم لنا لما نزور مصر ونكون موجودين في مصر فعليا. استاذ احمد، يمكن كنت عم تحكي عن موضوع مهم وهو وجودك بجرش لسنوات عديدة، وانت يوم امس كان عندك ليلة مميزة بجرش، خلينا نحكي اكثر عنها. هي مش ليلة، هي اسبوعها. بمعنى انه هذه هي المره الاولى في تاريخ مهرجان جرش، على ما يعني انا شاركت اول مره سنه 1994 ايام ما كان اكرم مصر مديرا للمهرجان. والشعر عاده يقال في العالم العربي يقال ليلا يعني مساء، فيما عدا دوله واحده وهي اليمن. هذه المره يعني اضيف اصبوحة يعني ويقال اصبوحة. طبعا امس حد قال صباحيه، يعني صباحيه دي عندنا في العرس يعني صباحيه مباركه، هي كلها ايام فرح وسعاده. لانه لظروف ما هو كان في جوائز وكان في تكريمات وكان في افتتاح رسمي في المركز الثقافي الملكي، فكان ينبغي يعني اضطرارا يعني كان الامر فيه اضطرار انه يتم في الصباح. طبعا شاركت مع صديقي والشاعر الكبير طبعا جوير ابو شايب من الاردن، وكان في عدد من الشعراء في الافتتاح، انه افتتحنا المهرجان امس يعني شعريا يعني. وبعد ذلك ساذهب الى اربد، انا طبعا رحت اربد مرات كثيرة طبعا قبل كده. استاذ احمد انت خلاص انت زائر الاردن من الشمال. شوفي انا عندي كتاب لم انشره بعد، وقررت هذا العام ينشر عن الاردن. هو كتاباتي مش كتابات صحفيه، انا طبعا بحكم عملي في الاهرام، لكن لم اكن اكتب كصحفي، كنت اكتب للمستقبل. انا عاده عندما اكتب اكتب ادب رحله يعني، فلدي ما يشكل حوالي 400 صفحه عن الاردن من وجهه نظر شاعر وصوفي ويعني وصديق للناس. وأيضا هناك نصوص مهمة كتبها أدونيس وكتبها محمود درويش عن الأردن، وهؤلاء شاركوا. حتى محمود جاء إلى الأردن في المهرجان قبل أن يكون مقيما هنا عندما كان في باريس، وهكذا. فأظن أنني أنا الأوان أن أصدر هذا الكتاب. لا وإحنا بانتظار هذا الكتاب. الله يخليك، شكرا. هتكون هناك طبعتان، طبعة مصرية وطبعة أردنية في تصدران في اليوم نفسه يعني. ممتاز. أيضا أستاذ أشرف، اليوم عندما نتحدث عن أهمية جرش كمهرجان على مستوى إن كان الدول الشقيقة أو حتى مستوى الدول الصديقة واستمراريته وكل ما قدمه وعظمة الوقوف، إن كان كفرق فنية كفنانين كأدباء شعراء كمشاركين، أيضا عندما تتحدث وتقول أنني أنا أحد المشاركين في مهرجان جرش، شيء مهم هذا، ماذا نقول عن هذه الأهمية؟ زي ما قلت في البداية أنه المشاركات هي مشاركات دول، فالمشاركات الدول فيها الطابع الرسمي، لكن هذا الطابع الرسمي بيدي بريق للأشياء يعني. ومهرجان جرش يفتح الباب للعديد من الفرق والتجارب، ومهرجان جرش صاحب أيادي بيضاء على مطربين في بدايتهم زي نانسي عجرم، زي كاظم الساهر، زي أحلام. يعني هذا الجهد الكبير لإدارة مهرجان جرش على مدار 40 سنة اللي فاتوا جهد مبارك الحقيقة. ووجه التحية كمان للأستاذ أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان على هذا الجهد الكبير هذا العام، والانفتاح على كل الثقافات، والجهد الكبير رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في أغلب الدول إنه قادر يتواصل ويجيب فنانين كبار، سواء أردنيين سواء لبنانيين سواء مصريين سواء من كافة من السعودية من كافة الدول العربية. يعني بقول أسماء الدول حتى لا أنسى أحد يعني، إنما في كم كبير من النجوم. المهرجان حافل بالنجوم، وفكرة إنه اختيار مصر كضيف شرف لهذا المهرجان وشرفنا كمان في مصر إنه تم إذاعة الحفل الرئيسي على قناة الحياة، فده كان إضافة كبيرة جدا جدا جدا. وكنت بسأل أستاذ إبراهيم البواريد امبارح عن إنه
قلت له سؤال صحفي خبيث انه انه بعض القنوات الاردنيه لم تاخذ حق الاذاعه مع التلفزيون الاردني الرسمي لكن قناه الحياه المصريه اخذت الحق. قال لي ما حدش يقدر يقول لا لمصر، فيعني مصر دائما دائما كبيره فنا وابداعا واخوه وكل شيء. وانتم ضيوفنا يعني لهذا العام، واحنا يعني فخورين جدا بحصريه مهرجان جرش على شاشه التلفزيون الاردني وكل من يتابعنا دائما عبر شاشه الوطن. نشكركم لوجودكم معنا اليوم، ونشكركم لوجودكم بالاردن، شرفتونا، وان شاء الله دائما تواصلكم معنا. واستاذ اشرف حتوعدنا حتيجي ثاني للاردن إن شاء الله. يعني استاذ احمد يعني الله يخليك، شكرا لك. شكر. وايضا دائما نرحب بكل الزملاء الاعلاميين والكتاب والشعراء والصحفيين والادباء وكل من اتى ضيفا على المملكه الاردنيه الهاشميه من كل مكان في العالم، كان في مهرجان جرش او في اي وقت، اهلا وسهلا بالجميع.